الوصول الى تشكيل حكومه اطاريه بعد سنه من الصراع لا يعني ان الاحزاب تنفست الصعداء ووصلت الى بر الامان فان توزيع الحصص من الغنائم اكثر تعقيدا من الاستحواذ عليها وهذا ما ذهب اليه معهد تشاتام هاوس عندما ذكر ان المحادثات بشان الكابينه الحكوميه وتقاسم المناصب ومن له اليد العليا في وظائف الدوله وخزينتها سيشعل الخلاف مجددا بين الكتل وربما داخل الاطراف المكونه لتلك الكتل وبحسب المعهد فان الصدر لا يزال حاضرا في المشهد ولا بد من ارضائه او على الاقل عدم تجاهله تماما لضمان صمته الكلي عن القضايا المهمه التي يرسمها الاطار فبامكان الصدر اعاده الحديث عن الانتخابات المبكره عبر استخدام لعبه عدم الاستقرار الممنهج كما يفعل عاده ليحافظ على قوته وتاثيره في المفاوضات وهذا لا يعني بطبيعه الحال ان قوه حضور الصدر لم تتغير بل تراجعت بسبب ما سماها المعهد الاخطاء السابقه التي ارتكبها الصدر فجعلته في موقف صعب للتفاوض مع بقاء اوراق بين يديه يمكن ان يناور من خلالها لتحصيل بعض المطالب ومن خلال هذا المشهد فان الخلاف لم ينحسر بعد وثمه امور تتعلق بهيكليه الحكومه ومهامها تحتاج الى جولات من المفاوضات والمساومات وتدخل الاطراف الخارجيه لحلحلتها هذا بالنسبه للازمه المتعلقه بالصراع الحزبي اما الازمه المتعلقه بالبلاد عموما وبموقف الشعب العراقي خصوصا فما زالت على حالها لان المحاصصه الطائفيه التي يرفضها الشعب هي المسيطره والاحزاب المسؤوله عن دمار البلاد هي المسؤوله عن هذه الحكومه وبالتالي فان ملفات الفساد السياسي والاقتصادي والتردي الامني والسلاح المنفلت لن تجد من يعالجها فما جدوى تغيير الافراد وتبادل الادوار اذا لم يتغير المشهد السياسي برمته